وبوريكم اليوم مع المعار عدستين، مرة تصلح نهار العيد. وصراحة كل أحد طلبتوها مني أكثر من مرة، بلبسها الكريم اللي عليها الحين وسيدار، وبوريكم الاثنين تشوفونهم عليها، يعني كلهم الاثنين بالراحة يصلحون نهار العيد. مرة سيدار وكريم بتشوفونها الحين. شو بالعادة تحبين الميك اب وزي كذا؟ خلينا نشوف، نحب نسولف مع المودلز. احب الميك اب الفاتح، احسه يناسب. ياي اليوم حقك فاتح، مرة كويس. ايه؟ وش اكثر شيء تعانين منه في الميك اب، بما انك تحطين ميك اب كثير يعني، او ينحط لك، وش تحسين؟ خلينا نشوف شيء كذا مشكلة واليوم نسولف عنها. الاي لاينر ليه؟ ما ادري، احسه صعب، ما يضبط على عيني، يمكن لانه مبطنة شوي. طب بسألك سؤال، من وين تبدينا؟ من النهاية. طب من وين؟ من النهاية اشري لي. من هنا بس؟ اي لا تدرين، لا ليش؟ يطلع عليك ياخذ العقل من وين؟ ركزوا معي بنات مرة. طيب حلو عليك الاي لاينر، ناظر الكاميرا، شفتي؟ خليه ستريت، شفتي وين نهاية العدسة؟ هنا 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 نهاية البؤبؤ، تبدين من هنا، بس هنا يكون مرة نحيف، وهنا تبدين تعرضين، ما تبدين فجأة تعرضين او ترسمين من الطرف، فهمتي؟ يعني اعطيها خطة بسيطة هنا، بعدين سحبه على فوق، عليك تطلع تاخذ العقل، متأكدة مليون بالمية بإذن الله. وبعد وش الأشياء الثانية؟ تدرين أحس حلو عليك وشو لمار؟ إيش؟ البلاشر اللي كثير. إيه مرة يناسبني. صدق؟ الوردي الفاتح. وأحس الكثير، عرفتي اللي كذا بلش اللي كذا، هذا الخدود يناسب ملامحه. صح؟ مرة، والألوان أحس عليها بعد الفواتح اللي على وردي. فاليوم ايش راح نسوي؟ اليوم بنسوي لوك عيد لطيف بسيط خفيف، مو صباحي يعني، حق نهار العيد نسميه، في دهرة، بحط لكم دهرة طبعا. بس عارفين دهرتي دائما ناعمة صراحة، يعني احب الشيء اللي يحلي واللي قليل، ما احب فوق العين طبقات، ما احب فوق العين رسمات للأمانة، يعني هذا شيء شخصيتي مرة. راح نبدأ الحين، ببدأ رطب لها وجهها ب I'm sorry for my skin. طبعا اخترت لها اللون الأخضر، تعتبر بشرتك مختلطة تقريبا. نبدأ رطب لها على كل بشرتها ونوزعها لها، أهم شيء ترطيب تحت العين عشان الخطوط، عشان تكون مرة صحية. طبعا أنا كل عيد يمكن من 7 سنوات، طيب 7 سنوات من يوم اول ما بديت، ما قد مر علي العيد الا وفي ريفولوشن. كل سنه لازم لوك خاص بادوات ريفولوشن، ليش؟ واحب اني انا اختارهم. البنات كلهم يحبوا ريفولوشن صراحه، اسعارها مره كويسه، الكواليتي خرافيه، واغلب التعليقات كانت تجيني ريفولوشن، نبي ريفولوشن، وعد نبي لوك، ان عندنا ادوات ريفولوشن فنبغى لوك فيها. فش راح نسوي اليوم؟ تذكرون ببدأ الحين باللوك على طول، ريل فلتر حق ريفولوشن، كل أحد كان يسأل عنه ومنهار عليه، وصار هبة بتيك توك وترند، وكل يعني كثير 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 حكي عليه وتجارب عليه. الحين ايش طلعوا؟ طلعوا كونسيلر نفس الفكرة تماما، انه كأنه فلتر، تغطيته خرافية، وأحس بيصير مرة ترند صراحة، لأن قوامه خيالي. يعني من الفونديشن اللي يحبونه صار فيه الحين كونسيلر، وتخيلوا ان الكونسيلر تقدرون تستخدمونه الحالة بدون فونديشن، اللي اذا تبغى لوك كذا خفيف عيد وكذا. اول شيء راح ابدا اسوي لها اياه قبل لا ابدا بالشادو زي كذا، بخلص من البشره تماما عشان الوجه يكون نظيف، وبعدها ابدا بالعيون. فببدا للهالات، اهم نقطه انا دائما اقولها للبنات، الهالات تكون الكونسيلر بهذه الجهه، نبدأ بهذه المنطقة، الفرشة خرافية صراحة. طيب وهنا النهاية.
زي ما انتم شايفين، حبيت قوامه خفيف يعني ما حسيتها، فهمتوا من الكونسيلرات الثقيله. طيب هذا الشكل ابدا اوزعه، تركت المنطقه النص فاضيه وببدا الحين ادمج. استنى عليه شوي حبتين، بعدها اخذ الاسفنجه وابدا ادمجه. ناخذ الاسفنجه بعد ما نشف وببدا الحين اطبطب. اوزع تحت اخر شيء، اجي تحت العين اللي مباشره تحت العين، واوزع بهذه الطريقه ما اضغط بقوه. البقايا تحت العين دائما زاويه منطقه هذه العين، هذه انا عندي احلى شيء في الميك اب، يعني هذه اذا صارت نظيفه الميك اب كله صار نظيف لهالدرجه، تخيلوا. فدائما اللي فيها كونسيلر شوي وما يكون على رمادي، اهم نقطه يعني كميته حلوه، وادمجه كذا بخفه. طيب هنا بدمج، بس افتحي شوفوا الفينيشينج حق الكونسيلر. اخذت اللون الافتح اللي هو C5 وحطيته عند هذه المنطقه كسره العين، واخليه شوي وببدا ادمج. باخذ الحين لما نشف شوي الاسفنجه، شوفي فوق، وببدا ادمج. ادمج مره كويس، واهم شيء يدي خفيفه اني ما اشيل من قوام الكونسيلر نفسه، يعني ما اخفف مره، لا اخلي نفس ما هو. صراحه عليها الكونسيلر ياخذ العقل. لاحظت اني بديت اليوم بالكونسيلر قبل الفاونديشن، لانه بس ابغاكم تشوفون انه حتى بدون، يعني الحين هذا اللي ممكن احط عليهم كونسيلر ما يحتاج فونديشن، فهمتوا علي؟ بس انه بستخدم لكم عشان تشوفون اللوك كامل. اني ما احب استخدم اضاءات ولا شيء. شوفوا بالله تحت العين الفينيشنج حقه، ولسه انا ما ثبتته، بس شوفوا لسه الوجه ترى ما حطينا فيه شيء، بس ابغاكم تلاحظون قد ايش مرطب تحت العين وتحسينه مره صحي. قدمت لها الفاونديشن هذه الدرجة من ريفولوشن. طيب الحين بنبدأ دمج. يا طويلات العمر الحين ايش راح نسوي؟ حطيتها هنا وابدأ اخفف بهذا الشكل، ما احطه مباشرة على بشرتي. شوفوا شلون قاعدة اطبطب على هذه بهذا الشكل، تمام؟ فرشة ماربل. طيب يلا لفي الحين هذه الجهة، لا هي لا، ايوه برافو. طيب ببدأ احطها لها بهذا الشكل، بعدين بغمقها، بس الحين شوي طالع فاتح عادي عشان لما اغمق ما يطلع تحسونه يعني شاطح اللون او تحسون لون ثاني، عرفتوا؟ يلا الحين نبدا ندمج. ندمج عند الخشم كذا، حطينا الفاونديشن. ناخذ الزايد اذا نبغى زياده ونبدا نزيد. واهم شيء بعد الرقبه ما ننساها. الاذن بخصوص الفرشه، طيب يعني مثلا اذا فاونديشن، انا بالنسبه لي اذا فاونديشن ثقيل، طيب الأفضل تحطينه بفرشة بعدين تدمجين بالفرشة هذه، فهمتوا علي؟ ما تكون نفس الفرشة. أما إذا شيء مرة خفيف ممكن تأخذينه مباشرة وتحطينه، نتيجة مرة أفضل، يعني مو بنفس الفرشة تأخذين وتحطين، أو على الأقل تحطينها بالعكس، عرفتوا إيش قصدي؟ كونتور. طيب
صغير اللي هو F14. تمام. وببدأ أسوي لها حركات بركات. طيب إيش راح أسوي لها؟ حلوة ما شاء الله من هنا، فبحط لها على الخد نفسها، ولاحظ بنفس فرشة الفونديشن ما غيرتها عشان ما يكون مرة غامق عليها، عرفتوا؟ دمجت بالجهة الثانية الكونتور، خيالي الدمج، حتى ترى لتحت العين الكونسيلر، وبحطه على الدقن. اوكي شوفين الستريت حلو عليك، لون حلو عليها هذه الدرجة من البلاشر، وهي ادري انها تحبها. طيب راح احط لها اياه، تتوقعين اي درجة؟ ما شافتها لحد الحين، وترى ثقيل يعتبر، بس انه مرة ثابت يعني دمجة ثقيل، فهمتوا عليه؟ مو بسفنجة، مو عادي عليها اللون، صدق مو بعادي. يا كيوت صح؟ اصلا انا مرة منهارة عليه، شوفوا كذا حركات لونه وردي، هذا اول مرة اشوفه فقيت عليه صراحة. بحط لها هايلايت في الجهة الثانية. طيب بحط لها، اصلا مره منهاره عليه، شوفوا كذا حركات لونه وردي، هذا اول مره اشوفه فقيت عليه صراحه. بحط لها هايلايت في الجهه الثانيه. طيب بحط لها بهالشكل، وعادي ادمج بنفس الفرشه، بس ما فيها فونديشن الفرشه هذه. طيب وبحط لها الهايلايت وين بعد؟ عديو قاعده العب الحين ترى حركاتي، بحطها على الشفايف، دمجتها هنا شوي. طيب وهنا عند الخشم، وبعد وين بحط لك تحت الحاجب؟ امضي اوكي. شوفوا العاب، صدق العاب، شوفوا الله هذه الدرجة خيالية، خلينا نحطها على يدي، ايش رايكم؟ شوفوا في منه هذه الدرجة، وفي من أحس بيصير ترند، ما أعرف ليه البنات يحبون كذا مرة، والألوان هذه مطلوبة، ما قد شفتها على كريمي، عرفتوا؟ دائما على تنت هذا الأورنج، وهذا حقي، تخيلوا إن اللي على لمار حقي هذا هو أغمق واحد، مستوعبين؟ والجهة الثانية هايلايت، شوفوا سألوني طبعت صوري بدون شمس يعني ساطع، هذه هي الألوان، إيش خرافة، حبيت أنا ترى. طيب هذولي أموت عليهم، أموت عليهم، وفي واحد وردي بصراحة أشتري بدون ما أخذته، معلش يا ريفولوشن، الوردي ياخذ العقل، زي هذا بس صاير كذا يشبه يمكن هذا. تعليق اختي بدور عليه تقول وعد احلى بلاشر قد جربته، ولبق عليها وعلى لونها يعني منهارة عليه، فخياليين. ريفولوشن مبدعين، اتوقع اشياء الجديدة قاعدين يلعبون فيها لعب مو بعادي. شوفوا اللوس باودر الجديدة تحت الشفافة اللي صايرة كذا، من فوق يا طويلات العمر كومباكت شفافة، يعني ما يحتاج تشترين اثنين كلهم 2 in 1. يلا نبدأ نستخدم، ناخذ الشفافة. طبعا كيف طريقة استخدامها؟ ناخذ الاسفنجة ما نحطها مباشرة، أكبر غلط نسويه، نحطها على يدنا ونبدأ ندمج يدنا بدون ولا شيء، البقايا اللي في الاسفنجة شوفي فوق هي اللي نحطها تحت العين، هذا الشكل، هذا البلاشر فوق احطه كذا، احطه شوي تحت عينها. شوفوا بنات في بقولكم شيء، يعني انا دائما عندي نقاش مع حتى صديقاتي، ان تحت العين في بنات يحبونه مره فاتح، انا عجزت اتقبله فاتح، احبه فاتح واحبه نظيف، بس ما احب فاتح بلاشر
الكونتور فالفونديشن، فهمت ايش قصدي؟ يعني احبهم داخلين ببعض، فاحيانا احط ترى من زمان يعني هذا شوي بلاش تحت العين احسه يعدل من شو اسمه لا اله الا الله شكل الكونسيلر. جالسه اسولف والله مع توني الحين مع مساعدتي اقولها ريفوليوشن مره مبدعين. تتذكرون الليب اويل طيب اللي نحبه؟ نفسه بالضبط، نفسه بالضبط، ونفس الجوده ونفس الريحه ونفس كل شيء، واللهم فرق السعر. اللي يحبون حركات الليب اويل وكذا قبل الميك اب او بدون، لان هذا يومي تستخدمه شوفوا، خيالي 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 خيالي، هذا جديد. نبدا نحط الفيكسر بيعدل لي كل شيء. لا تفتحين ابدا النار، طبعا حطيت لها هذا ابغاه منور. طيب وش ايش يسوي الفيكسر؟ احيانا تحسين ان البلاشر كذا جاي لحاله، الكونسيلر جاي لحاله، يتدخل الاشياء مع بعض، عرفتوا؟ فما يحتاج تزيدين وتحوسين، حطي فيكسر وشوفي النتيجه. لمار لا تفتحين لما ينشف 100%. والحين اندمج كذا مع بعض، شوفيني اعطيهم الخد اللي سويته. بعد لفي اكثر. الله يجنن. الجهه الثانيه شوفوا، هي اساسا ترى بشرتها تاخذ العقل، يعني طالع ما شاء الله عليها، حتى تكنيك البلاشر ياخذ العقل. ستريت لمر والليب اويل ولا غلطه، صدق ولا غلطه. استمتع بعد الوجه كذا نظيف وحركات. بنجي عند الاي شادو، انا بسهل عليكم اليوم مره اللوك، مره بسهله وبدلعكم ان شاء الله باشياء حلوه. طيب اول شيء راح ابدا اسوي، شوفوا قاعد افكر، عجبني هذا الشادو صاير كريمي. طيب شوفي لما تحطينه، حتى اللي ما يعرفون بس تحطه كذا على عينها وتدمجه باصبعها ياخذ العقل صراحه، يعني حتى اللي ما لهم مو جوهم ميك اب نفسي معلش يعني، بس ان انا ما احب الثقيل. شوفوا بس احطه كذا واطبطب فقط، يعني ما يبغى له شيء ابدا. فايش راح اسوي لها؟ وبعدها بحط الاي شادو. خليك كذا، ايوه برافو، غمضي شوفي تحطينه كذا بنات. شوفوا احب اطالع، ما في اي شيء متعب. ادمج الحواف اصبعي واطلع الباقي على برا. اول شيء لا يخطط ولا يدبق نقطه ولا يجعد لك فوق العين، فكذا اقول لكم تدعوا لي. هذا اذا ما صار السولد اوت قبل العيد ما افهم. بحطه على المدمع بعد وبسحبه. بعدها باخذ لها هالباليت، بجرب هذا اللون فرشة فلايت، شيء بسيط ما راح يكثر. طيب غمضي شوفوا كيف اصلا طالع كانه مويه، مبين لكم، بس بحط فوقه شيء بسيط من الاي شادو هذا عشان يكون كذا شوي دهره. كثرت من الشادو على مدمع العين، افتحي وباخذه ناضي فوق واحط لها زياده هنا. رشيت عليه رشة واحدة من الفيكس اللي تو وخليتها لما تنشف. لا تفتحين. طيب ببدأ الحين أسوي حواجبها. راح نحط جل الحواجب بهذا الشكل، ببدأ أنشط لها إياه. طبعا شعرة لمار تعتبر، أنت بالعادة لمار شلون ترسميها؟ بس النهاية أطولها بس؟ برافو عليك. طبعا بسم الله عليها، عارفة مرة الملامح احب كذا داخل عينها. تخيلوا ان انا ما احط، بس هي احس بيطلع عليها مره حلو. حطينا لها الكحل البيج وترى كثرنا، تخيلوا. بحط لها الحين مسكرة ريفولوشن، طالع تحت كأنه كثير لانه ما في مسكرة فعادي. طيب
ببدأ الحين الماسكارا وبوريكم الفرق بين العينين. يعني صدق اللوك مرة ناعم وأحس مرة يحلي، يخليك كذا فريش، عرفتوا النظرة حلوة. أهم شيء الجذور. اوكي، تكنيك الحين الرموش اللي تحت، بخلي كل ثلاث رموش لاصقين في بعض. بقعت عادي عادي اوكي، اذا بقعت خلينا لما ينشف بعدين شو اسمه شيلينها، مو على طول. طيب بحطها بهذه الطريقه، وبعدها اجيب ملقط والصق كل ثلاث رموش مع بعض. وين ملقط؟ شوفوا ثلاث رمشات سوا. ثلاث رمشات، هذا التكنيك يسوونه الكوريين اكثر شيء، صراحه حلو يحلي يعني غير، بس انه يحلي يعني. انا تخيل وضبط علي، معني ما توقعت ابدا انه يضبط. تاخذين الملقط، تاخذين طرف الملقط الكحل اللي فيه وتحطينه شوي بالملقط، وتروحين عند الرموش وتكبسينهم. كبسوا 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 كبسوا، وهنا كبسوا. طبعا الحين الترند ان الهايلايت يكون وردي، فمره حلو راح يطلع عليها. بحط لها اياه بهالشكل يكون وردي. يلا من الحواجب بني ابدا لونه اصلا ياخذ العقل. بحط لكم الدرجه، مو بني رمادي جنن. وبحدد لها اياه بهذا الشكل. بعدها باخذ الروج وبحطه كذا، وبعدها ببدا ادمجه. تعرفوني احب ادمج وما يبين في حدود، بس كذا مو داخل في بعض. افتحي شوي بعد، شيل من هنا لانه زاد شوي الجلوس، بخففه. اوكي طالع مره طبيعي، مره 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 يا جنان.